مرحبا بكم مشاهدينا في طلة عيد، في ثالث أيام العيد السعيد على شاشة قناة الشروق الفضائية، الشاشة الأقرب إلى قلوب مشاهديها. طلة عيد نفاد فرح لكل الأحباب مشاهدينا الأعزاء من خلال ضيوف. اليوم حنتجول ما بين محطات كثيرة عندنا بالساحرة المستديرة. كرة القدم لما نتكلم عنها في بالنا كثير من الأقطاب الرياضية، وفي بالنا القطاع الرياضي العريض، وفي بالنا نجوم قدموا الكثير لكرة القدم. دائما المجالس الإدارية بتلعب أدوار كبيرة جدا في كرة القدم أو حتى في المؤسسات الرياضية، سواء كان في قطبي الكرة السودانية الهلال أو المريخ أو الهلال، أو حتى في باقي الأندية الآن في الموسم ده أو من المواسم الماضية. بقت تزاحم بشكل كبير الهلال والمريخ على صدارة الممتاز، ونحن في نسخه المختلفة. مرحبا بكم في طلة عيد، وخلونا نفتح فعلا يعني أبوابنا وبيوتنا وقلوبنا، وتبقى هي بطاقة معايدة في أيام العيد السعيد. مرحبا بكم وبضيوفي داخل الاستوديو، الباشمهندس محمد عبد اللطيف هارون، عضو مجلس إدارة نادي الهلال. مرحبا بك. مرحبا بك، السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد عيد الفطر المبارك أعوام عديدة على الشعب السوداني، وهو في خير ويمن وبركات إن شاء الله. طوالي نمشي لليمين ونرجع مرة ثانية للفنان محمد. نمشي للباشمهندس عز الدين الحاج على يمينه، هو المدير التنفيذي لفريق نادي الخرطوم الوطني. مرحبا بك باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير وقبيلة الرياضيين. ونترحم في هذه الأيام المباركة على أخونا مولانا الشروني عبد العزيز الشروني عليه الرحمة، رئيس اتحاد دنقل السابق ونائب رئيس هيئة تراخيص الأندية والإداري الفتس. له الرحمة. مرحبا بك الباشمهندس هاشم مطر، وأنت عضو مجلس إدارة تسيير نادي المريخ السابق، وأيضا القنصل الفخري لتشيل. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة الشروق وبرنامج طلة عيد، ونسأل الله أن نكون خفيفين عليكم في طلة العيد دي، وأفتكر الموضوع صار يعني إن شاء الله هتكون طلة كويسة. دارين نهندس الكورة، وأنا حاول غيرت نعمل كده نتفلسف، مع أنه أنا بعيدة عن الهندسة يعني. تكون الهندسة ممكن تبقى فلسفة نعتمد عليها في إدارة الحوار. مرحبا بكم وبالفنان اللي عنده ملكة فوق الممتازة، وسبق أبناء جيله بالتطريب العالي وبالإمكانيات وبالخطى الثابتة في مجاله. مرحبا بك الفنان محمد الفاتح وفرقتك الموسيقية. أهلا وسهلا وكل سنة وانتم طيبين. أنا سعيد بظهوري لأول مرة في قناة الشروق. كل عام وانتم بخير وكل الشعب السوداني بألف خير، وضيوفك الليلة ما شاء الله تبارك الله، ان شاء الله نقدر نهندس كمان معاه الغنى شويه. ان شاء الله غايته الغنى ممكن يتهندس فيه نوتة وفيه لزمات وفيه حروف، يعني كده الهندسه دي انا شايفاها. اسال الباشمهندسين. كويس، عندك علاقه بالهندسه؟ لا، عندي علاقه بالكوره. كويس، دي من جهه. طيب نبدا بكم، ولما نقول مهندس، مهندس شنو؟ نبدا بالكبير ولا بالصغير ولا كيف في العيد؟ نبدا خريج. قصتي طويله حقيقه في الهندسه ذاتها، جيت كيف ووصلت لها كيف وكذا. انا في الشهاده السودانيه اخذوني مساحه جامعه الخرطوم، التحقت بجامعه القاهره فرع الخرطوم في تلك الفتره غانون، والتحقت بمعهد المواصلات السلكيه والسلكيه في تلك الفتره، وجتني بحث لجمهوريه مصر العربيه جامعه المنصوره كليه الهندسه. فمشيت جامعة المنصورة كلية الهندسة، ومع الأسف لقيت اسمي مسجل في كلية الطب. فالإخوة المصريين قالوا لا، إلا تكمل تسجل في الطب وتقعد الفترة دي وتجي السنة الجاية تدرس الهندسة. وتمت الإجراءات، سجلت طبا لحد الآن، هذا التسجيل معي، وأفخر أنه أكون طبيب مهندس بدون تخريج. ووالدنا توفى عليه رحمه الله في تلك الفتره، فاضطريت جيت راجع السودان، درست قانون ودرست هندسه اتصالات في معهد الاتصالات السلكيه واللاسلكيه في تلك الفتره، جسرتها في جامعه السودان البكالوريوس، وعملت ماجستير في الاداره الهندسيه من جامعه برادفورد في بريطانيا. هذه
الجانب الأكاديمي، بعدها اشتغلنا في السودتي الاتصالات السلكية واللاسلكية. أيوة. وانتقلت من الاتصالات السلكية واللاسلكية، أنا حاجة ما اشتغلت فيها كثير لأنه كان في فرص في السكة حديد. أيوة. وكانت المهندسين في السكة حديد كانوا منتدبين. أيوة. وأنا والدي كان شغال في السكة حديد، فقلت يا أخي تقليدا لذكراه وتكملة لمسيرة الوالد في السكة حديد، والوالد بأمانة هو يتوفى صغير شوية يعني دون الخمسين عاما، وخلانا في يعني في الحياة دي شغالين ونقرأ ونجتهد، وأنا كبير البيت في بالأولاد يعني فوقي بيت، فاشتغلنا في السكة حديد وكانوا في مهندسين منتدبين، فنحن عملنا إحلال للمهندسين المنتدبين، عشان كده في السكة حديد نحن مشينا يعني طوالي ترقينا بثلاث أربع خمسة ترقيات، ثلاثة ترقيات أتذكر في السنة سنة ونص أخذنا ثلاثة ترقيات، فكنا سناير على زملائنا في الاتصالات السلكية واللاسلكية وفي الإخوة في النافو، وكانت أيام جميلة، كان مشاريع جميلة جدا في تلك الفترة، مشاريع اتصالات سلكية واللاسلكية، ربط الشبكات المدن اللي فيها محطات سكة حديد بالقطار في ما يسمى مشروع الفي اتش اف، ومشروع الاتش اف ربط المدن كلها اللي كان في السكه حديد في السودان، وانا الحمد لله كنت واحد من المهندسين الذين قاموا بهذا العمل، تعب وشفنا السودان كله. تجولتوا في ولاياته؟ تجولت في ولاياته، وكنت العب كره قدم يعني ما بحب اطلع من الخرطوم ذاته في الوقت ذاك، انا كابتن نادي الخرطوم ثلاثه في تلك الفتره وليس خرطوم. نحن نرجع للنقطه دي لكن بتفصيل، لكن نشوف الباشمهندس هاشم مطر يعني خلفيته برضو الأكاديمية المربوطة بالهندسة عشان نجمعهم مع بعض كلهم بالرياضة بعدين. أول حاجة أنا درست كلية الهندسة جامعة الخرطوم، اتخرجت منها برضو سنة 92، برضو سافرت سنة 94، حضرت عملت ماستر وعملت زمالة في بريطانيا، الماستر عملته في مدينة اسمها شيفيلد، والزمالة عملتها في لندن ذاتها، وبعد ذاك جينا الحياة العملية. الحقيقة أنا ما اشتغلت في الحكومة يعني، كنت يعني طول المسيرة بتاعتي المهنية كانت في العمل الخاص وفي مجال البناء والتشييد وما يربطهم يعني بالميكانيكال فمسيرتي الهندسية إنه أنا إلى الآن شغال فيها، لكن هي ما اشتغلت بالحكومه، ما اشتغلت، لفيت مشيت. لا قدمت، لكن من الخاص، لكن مؤكد قدمت الكثير. دفعك هاي. وبعدين الوطن دائما يعني في القلب وفي العقل وفي حدقات العيون، وهو يعني يعني الهدف صح مؤكد في كل عمل سواء خاص او عام، هو الوطن، نحن دائما خاتينه امامنا، هو الفيصل بتاع اي عمل واي اداء ممكن الزول يعمله كله، يعني نصب ان شاء الله يصب في صالح الوطن وفي صالح البلد. صحيح، هو ايا كان القطاع العام او الخاص اللي انت شغال فيه، لطالما مربوط بانتاج وبانتاجيه وباخلاص في العمل، انت كده بتكون اديت بشكل مباشر او غير مباشر ضريبه الوطن. صحيح. باشمهندس محمد عبد اللطيف هارون، برضو الخلفيه اللي ارتبطت بالهندسه. نحن يعني انا وباشمهندس هاشم مطر بنشترك في حاجتين، يعني اولا انه احنا الاثنين درسنا مدرسه بحري الحكوميه مع انه على التضاد يعني هلال مريخ وانه نحن الاثنين تخرجنا من جامعه الخرطوم، هو ميكانيكال وانا تخرجت سيفيل انجينيرنج، عملت ماستر في الكونستراكشن تكنولوجي اند مانجمنت، كومبينيشن غريب كده شويه، بعدين عملت عدة كورسات توتال كواليتي مانجمنت في صوفيا بلغاريا، عملت كورس بتاع حاجة اسمها كونكريت سوليوشنز، الحلول الخرسانية، عنده علاقة بالهوت ويزر كونكريت اللي هو صب الخرسانات في المناطق الساخنة، لأنه واحدة من المشاكل الكبيرة اللي بتواجه البيوت المصبوبة خرسانيا الحر، السخانة الشديدة يعني، فكانت عندها علاقه بالهوت ويزر كونكريتنج في سان مالو في فرنسا. وبعد ذاك عملت دوره بتاع التحكيم في العقود التشييد في تونس،
واستمرينا في المجال بتاع بنفس الوضع يعني. ما اشتغلنا في الحكومة قبل كده يعني، إلا اللهم يعني سنحت فرصة واحدة إنه نشتغل شغل شبه حكومي، اللي هو لما تم تشييد كوبري عطبرة، كوبري خرساني. أنا سنحت لي الفرصة في الوقت ذاك إنه أكون مدير مشروع هذا الكوبري، وده كان منفذ عن طريق وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم. وزارة التخطيط العمراني مشت بواسطة شركة الخرطوم للإنشاءات اللي هي تابعة لوزارة التخطيط العمراني، نفذت الكوبري ده، وأنا كنت ديبتا يعني، كنت في السعودية وجيت من السعودية مسكت المشروع ده طوالي. بعد ذاك طوالي مباشرة بعد المشروع ده أنا استمريت في العمل الخاص، واشتغلت شغل بتاع تشييد يعني، شركة خاصة بتاعت مقاولات. طيب لما نتكلم عن الغنى يا محمد، برضو في بالنا في مهن احنا غنينا يعني زمان، يغنوا للمغترب، يغنوا للمعلم لما كان المعلم بقيمته صحيح. بوضعه في المجتمع. أسي الغنى بيقول بتهندسة وطبيبة وكده بتهندسة يعني مهندسة، المهندس باعتبار انه المرأة دي يعني محور ارتكاز الاغنيات كلها السودانية. صحيح صحيح، يعني الناس غنت لسواق القطار، وغنت للمعلمة، وغنت للطبيبة، تنقذني الطبيبة. لكن طبعا أغلب المهن يعني زي المعلمة دي المفروض الغنى لا يستمر، أيوة، لأنه هي ربة الأجيال. وأنا متأكد أنه أساتذتنا البشمهندسين الموجودين معانا أكيد في أستاذة أثرت في حياتهم يعني. فالمعلمة دي من أعظم الحياة المفروض نغني لها والمفروض نحتفي بها أكثر إن شاء الله. نحن في العيد دارين نحتفي بالمشاعر وبالأحاسيس معك، نسمع أول لحن نشرب. حاضر، أنا حغني ليالي الخير. ليالي الخير جادا من المحبوب، حاجة كده نتفائل إنه إن شاء الله تشبه العيد السعيد. أي ربنا يهيب علينا النسائم الخير إن شاء الله. الله يا رب إن شاء الله نسمع. I'm
محبوب نسايم الليل عاد من المحبوب. أغنية فوق الممتازة، فيها جماليات وفيها لزمات جميلة. يعني احنا ما حنقول لك هيهات يعود، ان شاء الله العيد ده يرجع الغايبين ويرجع كل زول هو لوطنه لاسرته. شفنا كيف في العيد ده دائما بيكون في التواصل. حقه نساله محمد الفاتح فتح له، ويعني ايش مهم انه يتغنى للمعلم وللمعلمه ولل يمكن المعلم لا، لكن المهم لكل المهن. هل يتغنى للاعب الكوره؟ لا حول ولا قوه، ده سؤال مهم فعلا. خطير. سؤال مهم. لا يتغنى له يعني ضمن الفرق مثلا، يتغنى له ولا يتغنى له؟ الان دي هاي معروف يتغنى له ضمن الاغاني الخاصه بتاعت كل نادي بتلقى فيها اسماء. هاي مؤكد او في تمجيد لاسماء محدده يعني لمع بريق او الدحيش يتغنى له، صحيح ظهر في واحده من الاغنيات، لكن أيوة. حتى كانت اغنيات مربوطه بالبنات وباغنيات السيره وكذا، وجكسه جكسه في خط كم. تخيل جكسه اكثر من غنوا له. لكن سؤال مهم فعلا، سؤال في اغنيات ارتبطت يا اخواننا برضو بالعجب لما كان موجود في المريخ، عجب عجب يا مريخنا انت صافي ذهب. هي مربوطه بلاعب لكن مربوط بالانديه، لكن كلاعب كوره لا، كان نجوم كانوا موجودين في الاغنيه. لكن كمهنه دي لا. نفتش كده، حاول نفتش. لا بيقولوا في هنا زمان يعني واحدة من الهازيج في ثلاثة بيلعب وسط بدون مسميات. وهذه دي من الحياة اللي هنا، وانا دستوري نادي في الخرطوم ثلاثة. نادي ما لها أي دخل بالنادي. لا ما لها بالنادي. هي ما لها دخل بالنادي، لكن في النهاية نحن حورناه تبعناه النادي. كويس. دي برضه حتى الاناشيد بتاعت يا وطني دي برضه دخلناها في النادي. لكن في تلك الفتره اللي احنا بنلعب فيها بتاع في اغاني داخل المجتمع الخرطومي، يعني في تقول في ثلاثه بيلعبوا وسط في سنه يا ولد، يعني هي ظبطوها كده. فلما نمشي نلعب ماشيين مباراه ولا احنا بيغنوها في معانا فنان جوا الباص، معانا فنان جوا الباص، والمنتخبات يتغنوا لها باغنيات كثيره. يعني في اغاني من اغاني الحقيبه مخصصه للانديه، يعني مثلا الهلال عنده غنى. ايوه في الحقيبه موجود يعني. ناس المريخ شاب ما يزعلوا منه، المريخ برضه عندهم غنى. ما في كلام المريخ. نحن اول حاجه نشكركم على العصير الاحمر ده، كان استقبال رائع من قناه الشروق يعني. لكن انت قدرت تزعل مننا الباقيين؟ لا والله انا انبسطت جدا لما لقيت الديكور. احنا ما عملنا الوزن دي عشان برضه الناس ما تسعل مننا. لا ما دائما للناس كلهم وبالناس كلهم. نحن في النهايه اول حاجه هو يعني ده ما هي دي هوايه في الاساس، صح؟ وهوايه مؤكد في كل الناس هي بتعشق الهوايه دي، وكل بمزاج وكل في هناك. ولو ما كان هنالك المريخ لم يكن هنالك الهلال، ولم يكن هناك الخرطوم الوطني. وهي مؤكد هي حاجه مكمله لبعض. وهي الجميل في الموضوع يعني السلوك بتاع التنافس وبتاع هنا، لما يكون في حد الجميل مؤكد. نحن ضد التعصب وضد المساله السلبيه في العشق ده، وفي حاجه سلبيه، لكن مؤكد نحن على النطاق العريض نحن بنحب الهلال، والهلال مؤكد. وفي تجارب كثير جدا جدا توريك التواصل بين الانديه دي كانت لها درجه، صح؟ كفايه انهم هم الاصدقاء يعني، حتى الناس لما تطلع بعد هم مؤكد يعني. انا وباشمهندس محمد عبد اللطيف جينا بعربيه واحده يعني، شفته في النهايه. ومؤكد كنت داير اقول انه حسن ابو العائله الله يرحمه مين يعني، زور رئيس للامبراطور يعني، زور رئيس لنادي المريخ فتره طويله، لعب في الهلال يعني. صح. يعني هو العكس حصل، وقصص كثيره من المريخ الى الهلال، ومن الخرطوم الى الهلال او المريخ. المهندسين علاقتهم بالكوره شو؟ خلاف الانتماء انتم بقوا عندكم تاثير واضح على الانديه، وتقلدتوا فيها مناصب كبيره. نبدا بمنو تختاروا انتم؟ نبدا بالخرطوم. طيب الحقيقه مهنه الهندسه، اول حاجه يا جماعه مهنه الهندسه هي المهنه التي بلا اخطاء. يعني اي خطا هندسي بيكون في وراءه مشاكل كثيره جدا جدا، سواء على مستوى الهندسه المدنيه ولا المعماريه ولا الكيميائيه ولا الاتصالات حتى ايفن يعني. يعني في الاتصالات انا اشتغلت في الاقمار الصناعيه. فذكر واحد مره من اخواننا زملائنا جابوه في تريننج يعني.
فقام شغال يعني هو في التريننج لقى نفسه براه في الغرفة فهبش بعض الأزرار طلع السودان أوف إير طلع السودان كله برا العالم. فالذكر هي كانت زي ثلاث دقائق ولا حاجة الناس الاتصالات أو الإدارة بتاع الاتصالات قالت يا أخي دي كلفت السودان 243 ألف دولار الكل تاني بعد ذاك منعوا ذاته التريني ديل ما يخش ذات الغرفة دي من الوقت ذاك وكذا. مهنة الهندسة هي مهنة دقيقة جدا جدا وزي أو زي المخ والأعصاب في الطب يعني برضو خطأ في المخ والأعصاب في جراحة المخ والأعصاب يكون فيها إشكال. معظم المهندسين ارتبطوا بالبناء لأنه المهندس القلب مركز المهندس الصواري يكون هو مركز في عمله يعني التركيز الكثير كرة القدم بتحتاج له الرياضة عموما بتحتاج له الرياضة نشاط إنساني برضو الأخطاء الكبيرة فيه بتأثر على أمة الولد الصغير اللي بيقوم ف يعني حس انا قبل براجع بالناكو يعني واتساب كده يقول لك ايسلندا هي طبعا الناس بيقولوا ايسلندا ايسلندا دي 340 الف الفريق ده اللي حس فيه خمسة اطباء وفيه كم مهندس ولا اسمه الكوتش بتاعه ما عارف اخصائي بتاع اسنان يعني. فكل ما تعلم اللاعب الكوره والاداري بتاع الكوره بيستوعب لغه كرة القدم تحديدا كرة القدم شنو؟ كرة القدم بيتكلموا عن الزمن والمساحة بيقول لك زمن ومساحة السرعة وقوة. طيب لو أخذتها حسا نحن في مفرداتنا الهندسية أو في الرياضيات مفردات أساسية نحن بالنسبة لنا السرعة شنو هي؟ لما تجي تقول تعريف السرعة مثلا يقول لك المسافة معارف التي يقطعها الفرد في زمن محدد دي السرعة طوالي بتقوم تقسمي بتبقى ماثماتكس. فعشان كده تلقى المهندسين يعني لما الشغالين في الرياضه في كره القدم سواء لاعبين او خلافه ولا والله حتى في الميدان بتلقيه منضبط لو هو بيدرس هندسه بتلقيه منضبط تكتيكيا مع احترامنا لكل الاخرين اكثر من اخرين كثيرين جدا وحاضر ذهنيا ودي بتلقاها حسب في الاولاد اللي بيدرسوا في كليات الهندسه في السودان وبيلعبوا في الانديه. ممكن يكون في نماذج في المريخ في نماذج في الهلال في نحن عندنا نماذج في خرطوم الوطني. انا بعرف عدد من اللعيبه مهندسين او بيدرسوا هم في حقيقة كليه هندسه بتلقى منضبط تكتيكيا شويه بتلقى في لبسه في طلعته في زمنه في زمنه في اي حاجه منضبط لانه مهنه الهندسه لا اخطاء فيها. طيب باشمهندس محمد عبد اللطيف انت 200 وكيف بدت علاقتك بالكوره من الهندسه النقله دي؟ والله هي العلاقه بالكوره دي طبعا بتبتدي مبكر جدا يعني والزول صغير خالص نحن نتكلم عن العشق لكن بنتكلم عن شغل اداري يعني أيوة. شغل اداري انا بديت في نادي الهلال في رابطه اهل الهلال المركزيه سنه 2010 كان الوقت ذاك رئيس نادي الهلال الامين البرير وكان احييه من هنا وكان رئيس الرابطه المركزيه اخونا اسماعيل عثمان برضه نحييه ونقول له كل سنه وانت طيب. دي الفتره الاولى بعد ذاك انتهت الفتره بتاعت الامين البرير بدات الفتره بتاعت لجنه التسيير رئيسها كان الحاج عطا المنان له التحيه الرجل الجميل بديت معاهم كان في لجنه الانشاءات كنت عضو في لجنة الإنشاءات وأشرفت على إعادة تأهيل استاد الهلال الوقت ذاك اللي هو كان من ضمن العمل اللي عمل في الوقت ذاك هو النجيل بتاع استاد الهلال الموجود هسي كان قامت به شركة زادنا. ثم بعد ذاك بقيت عضو في مجلس إدارة نادي الهلال مع تنظيم عزة الهلال برئاسة الدكتور أشرف الكاردينال برضو له التحية كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. ربنا يحقق أمان الجميع إن شاء الله. باشمهندس يعني لما نتكلم عن الهندسة ونربطها بالرياضة في مشتركات ما بينهم يعني هل مثلا وجودك في المريخ أضاف لك لشغلك أو عملك الخاص أو عملك الخاص أداك شنو من مهارات أنت استفدت منها بوجودك الرياضي في النادي؟ طيب هي الحقيقة
مؤكد في تداخل شديد بين الهندسة وبين الرياضة، وأبداه أنا بحاجة. الآن الترند الأخير بتاع كرة القدم والتدريب دي هندسة، هندسة متكاملة. يعني لو شفتي المدرب بيشرح الخطة بتاعت اللعب للاعبين في مباراة معينة تكتشف إنه دي هندسة. بيتكلم عن خطوط مستقيمة، سرعتها، أداء المواقع بتاعت اللاعبين، كل في موقع، وياتو موقع بيكفل، ياتو زاوية، ده كلام هندسة. منو اللي تقدم منو اللي تقدم ليه؟ عشان الزاوية بتاعتك انت حتكون 90 درجة، لكن انت لو وقفت في الحتة دي زاويتك حتكون ضيقة، ولو ده كلام هندسة تماما. عشان كده الليلة يمكن القصة دي هسي اللي عندي في المباراة بتاعت كأس العالم، بالتكنولوجيا الرهيبة والضغط على الناس واللي هي الان اصبحت صناعه حقيقه، والصناعه دي خدتها بين قوسين اللي هي برضه هندسه. صناعه كره القدم الان اصبحت وصلت الى مراحل بعيده جدا جدا في التغنيه وفي التكنولوجي وفي اليوزنج اوف هندسه وباقي المهن. ما نغفل انه الان التغذيه جزء اساسي تماما من اللياقه بتاعت اللاعب، من الفتنس بتاعته، من عمر المباراه، من فواضح انه يعني حتى الزراعيين، يعني عين لما انت تشوف الاستادات دي وطريقه النجيل وخضرتها وكونه انه ما فيها صمت مربع فاضي او لونه حتى متغير، فواضح انه في الرياضه في النهايه تكامل. لكن احنا قد نستاثر بالمساله دي، نقول للمهندسين لهم القدح المعلق، وما حفيظ ولا حيقدر يغالطنا في دي هسي على الاقل في جلستنا دي. شوف لنا طبعا يعني في ناس مواصله لكلام اخواننا يعني في علاقه الهندسه. يعني انا سنحت لي فرصه اكون رئيس لقطاع الرياضي في نادي الهلال فترات طويله جدا، فكنت دائما يعني بكون في حاله بتاعت يعني تواصل مباشر مع الاجهزه الفنيه، بالذات الاجهزه الفنيه الاجنبيه. يعني فمدربين الأحمال بالذات بيستخدموا الميجرمنتس بصورة دقيقة جدا. عندهم ميجرمنتس للنبض، عندهم ميجرمنتس لضغط الدم، عندهم ميجرمنتس لنسبة الدهون في العضلات بتاعت كل لاعب، عندهم ميجرمنتس للوزن، عند اللي هو الهندسة. نحن ما بنقول مباشرة يعني ممكن تكون يعني عندها علاقة، لكن الهندسه بتدي الزول الادوات، بتعلم الزول اللوجيكال واي اوف ثينكينج، اللي هو كيف الزول يفكر منطقيا، وكيف اذا وضع في موضع محتاج لانه هو يصل فيه لحلول، كيف يفكر ويصل لحل يعني منطقي وتحليل منطقي وصحيح. يعني يعني مثلا ارسن فينجر من انجح المدربين 20 سنه في ارسنال، هو مهندس. صح. يعني في عدة مدربين موجودين الآن في الدوري الأوروبي مهندسين، على رأسهم أرسن فينجر. فالمسألة بتاعت الهندسة يعني مثلا من الحياة اللي بيعملها أرسن فينجر، بيجيب لعيبة بأسعار بسيطة جدا، صح، بيقعدوا في أرسنال وبيظبطهم تمام وبيظهروا في أرسنال وبيبيعهم بمبالغ كبيرة. عشان كده إدارة نادي أرسنال متمسكة بأرسن فينجر بالرغم من الجدل الكثير اللي نعم تم حوله، يعني باعتبار إنه فريق أرسنال عنده حد معين في الدوري الإنجليزي ما قاعد يتجاوزه، وفي الدوري الأوروبي ما قاعد يتجاوزه، لكن هو في النهايه فريق باقي في وضع معين. ولانه الكره زي ما قال لك هاشم، الكره اصبحت صناعه بزنس، يعني فالكره بزنس. النادي مستفيد تماما من ارسن فينجر، انه الدخل بتاع النادي ماشي زايد. يعني قبل الباشمهندس مطر قال انه ما في زول حياة يختلف معاهم على انه المهندسين ديل عندهم دور كبير جدا في الكوره، واسا الباشمهندس قال واحده من الحاجات اللي بتحلحل المشاكل ممكن تكون الكوره وممكن تكون الهندسه، لكن احنا السودانيين ديل زي ما بنحب الكوره بشكل كبير بنحب الغنى، واي زول زهجان تلقاه في العربيه في المواصلات خدت له سماعه يسمع في الغنى، صح يا محمد؟ يعني متنفس كده للناس مهما الزول تضيق عليه وبيسمع عليه اغنيه. يعني والله يا اخي يعني هسه انا مبسوط بالجلسه دي ونحن ما زهجانين، لكن برضه حنغني. احنا دايرين نغني. حاضر هنغني. انا غنيت لاخوي، اخوي ده بقى هلالابي ولا مريخابي؟ يكون منتخب وطني زي كده. شايد في الاثنين. كلمات والحان بروف عوض ابراهيم عوض، بنحييه وبنقول له كل سنه وانت طيب، ربنا يرضى غربتك ان شاء الله. عرضه كده وحماسه، دلوكه زي ما بقولوا.
شقى واللي طامنا اخوي شقيقي ود امي وابوي انا غنيت اخوي شقيقي ود امي وابوي انا غنيت الولد الفارس الهمام الصمد انا غليت للولد الفارس الهمام الصمت اخوي الزي ومعدوم للابد الزي ومعدوم للابد وضم لك لا تولدت اخوي شقيقي ود امي وابوي انا غليت لاخوي والعروق داخوي الزي ومعدوم ما بحوق وسرف الدم والعروق داخوي سنة المحل والنفوق المحل والنفوق باهل المال للخلوق داخوي شقيقي والدمي وابوي انا شقيقي ود امي وابوي انا غنيت للولد الفارس الهمام الصمد اخوي انا غنيت للولد الفارس الهمام الصمد للأبد الزي ومعدوم للأبد وضم لك لا تولد لأخوي شقيقي ودمي وأبوي أنا غنيت لأخوي شقيقي ودمي حبيب وعشم السمك كان قريب داخوي شقيقي ود امي وابوي انا غنيت لاخوي شقيقي ود امي وابوي ولا بالناس الفصال سما بنات الرجال غلب الناس في الخصال سما بنات الرجال ملكا فوق الكمال واسد الهوج في النزال داخوي واسد الهوج في النزال داخوي اسد الهوج في النزال داخوي الليلة هو يا جنة الليلة هو يا جنة هيا الليلة هو يا جنة الليلة هو يا جنة هيا الليلة هو يا جنة الليلة هو يا جنة شقيقي ود امي وابوي
شكرا محمد مرة تانية. والفرقة يعني رقصة كده بتاعت حماسة دايرة لها لياقة بدنية للعب من شوطين ومهندس نقول من شنو بعد الفاصل، خليكم معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في طلة عيد، وإن شاء الله إطلالتنا تكون هي ممتعة بالضيوف وبالحكاوي اللي حنسردها بعد شوية وكمان بالأغنية. قبل الفاصل كنا بنتكلم في عدد من النقاط، لكن يا محمد إحنا دايرين نرجع بأغنية كده. حاضر. طلب الوسط الرياضي. حاضر. نحن يعني غنينا السيرة قبال الفاصل. وخلينا نمشي شمال كردفان نمشي ولا نجري؟ ما إحنا والله حقه نجري. نجري نمشي شمال كردفان. عروس الرمال. عروس الرمال. لا دي مردوم. دي صدق اللي قال. صدق اللي قال القوم العروس الرمال. فنقوم نمشي. نقوم نمشي. حاضر. بالطيارة طبعا لأنه بيحسى فيها رياضي. بالبر. الشيخ ونادي قريب قصرت الطريق أربعة. برضو دي المساحة، بعدين نرجع للموضوع بتاع المساحة. برضو داريني هندس أي حاجة. رجل هندس الغنى تفضل. يا حلينا نورا جلي من قبة الشيخ الولي هناك نور جلي من قبة الشيخ الولي سمن الزعين علي حلي وقرب السعي ملا ملي صدق صدق اللي قال القوم العروس الرمال اي لحلي هناك نور انجلي من قبة الشيخ الولي أحلي هناك نور انجلي من قبة الشيخ الولي سمن الزعين علي حلي قرب السعي ملا ملي صدق 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 اللي قال القوم العروس الرمال صدق اللي قال القوم العروس الرمال يا مقبل
احلى الديوم انا شوقي زايد كل يوم الدنيا كوم ونحن كوم لو في بجهل نقدر نحوم صدق 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 اللي قال القوم العروس الولد الصريف سرب الغزال عبر الصريف يا فيل من الولد الصريف سفروا قصيات الحريف مقتول في رحلات الخريف يلا صدق 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 اللي قال القوم العروس الرمال شوفي صفية جمال بنات عيوة وعسل سكر نبات طاووس قدل في الأمسيات وانا قلبي طار غلب السبات هلا صدق 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 اللي قال القوم العروس محمد. وفعلا يعني القوم العروس الرمال في الاجواء الخريفيه البر الاستوديو دي وفي كردفان بالذات الخريف عندها غير اليومين دي طبعا كردفان الغره ومخيرا جوا وبرا تحيه لكل اهلنا في كردفان واهلنا في دارفور وكل اهلنا في الاغاليم يعني اليوم التحيه نعم. في بالنا طوالي هلال الابيض وده برضو نادي قدر يهندس في الفتره الماضيه وجوده في الكونفدراليه باهتمام كبير من حكومة الولاية أو حتى بالجهاز الفني واللاعبين وبرضو ملاحظ أنه الهندسة دخلت فيه بشكل كبير لكن لما نرجع لكم مرة تانية باشمهندس محمد عبد اللطيف نبدأ بك أنت نتكلم برضو عن الوجود لقطاع الهندسة في الإدارات بتاعة الأندية كيف ممكن يكون إيجابي وينقبل بالنادي بعيدا عن كثير من المشاكل اللي ممكن يتعرض لها او الازمات اللي بتتعرض لها الكره السودانيه في مواسم يعني هو يعني ده سؤال مهم جدا مجالس ادارات انديه كره القدم عموما هي لا تقل عن مجلس وزراء يعني لانه مجلس اداره نادي جماهيري عنده قاعده جماهيريه عريضه جدا أخباره على رأس الساعة بتكون الشغل الشاغل لكل الناس صح. مجلس إدارة زي ده لازم يكون فيه مختلف التخصصات لأنه نحن إذا تكلمنا عن الجانب الاقتصادي نحن محتاجين لاقتصاديين لأنه
اي نادي جماهيري محتاج لاستثمار. صح. اذا تكلمنا عن الجانب الهندسي لازم يكون في مهندسين، لانه انت بتتكلمي عن انشاءات. صح، بنيات تحتية. ايوه، اذا تكلمنا عن مثلا الجانب الطبي لازم، لانه النادي بيحتاج لانه يكون موجود فيه طبيب متخصص عشان يكون متابع الاحوال. الزراعي محتاج، لانه كل الرقع الخضراء الموجوده في الاستادات والانديه وكذا بتحتاج برضه لرعايه. المتخصصين في اللغات محتاجين للغات الفرنسيه، اللغات الانجليزيه وهكذا. فالتخصصات كلها لازم تكون موجوده في كل الانديه، وقانونيين، لانه الانديه عندها يعني النادي ده كله عباره عن كتله من التعاقدات المختلفة. صح. فأي تخصص في أي نادي مهم وجوده جدا. لكن أنا بتكلم يعني احنا هنا بنتكلم عن المهندسين، منحازين لقبيلتنا. أنا راسي وقناعتي الشخصية إنه المهندس ممكن يكون في أي بوزيشن، يعني يصلح المهندس يكون موجود في أي مكان ويدير أي ملف بما يمتلكه من أدوات. الأدوات اللي بيتكلم عنها اللي هي الرياضيات اللي تكلم عنها أخونا عز الدين، هي بتعلم الزول اللوجيك. الرياضيات هي منطق. صح، منطق. والمنطق هو عشان أنا أصل لإجابة نهائية محتاج أمشي بخطوات معينة. صح. الخطوات المعينة دي إذا أنا ما اتبعتها بالتفصيل وبالدقة ما بقدر أصل لإجابتي النهائية. فالجزء التحليل المنطقي دي بيحتاج لرياضيات. الهندسة هي أساسا بتعتمد على الرياضيات والفيزياء. مع كومبينيشن بينهم الاثنين بيطلع لنا المهندسين. فده دور الهندسة في الإدارات الأندية. إضافة لأنه المهندسين نجحوا، يعني احنا عندنا واحد من أنجح مدراء الكرة في نادي الهلال هو عاطف النور. ربنا يديه الصحة والعافية، مهندس، ربنا يديه الصحة والعافية. هو يعني عنده عملية جراحية في عينه. إن شاء الله ربنا يكمل سلامته كده. وأنا ذاتي طبعا الفترة فاتت عملت عملية في الغضروف بتاع الرقبة بالتردد الحراري قبل رمضان بثلاثة يوم. يعني الشغل مرهق برضه، يعني إضافة اللي وفيه ضغط عالي وستريس بالنسبة للزول يعني. فالهندسة مهمة، يعني من أهم المهن. يعني هسي لو راجعتي الكابينت بتاع الوزراء وفي مختلف، يعني مثلا حتى في مصر اذا لواء بيكون لواء وعنده خلفيه هندسيه. صح. اذا كان في اي منطقه، يعني بيكون اغلب يعني هنا في السودان مثلا في فتره من الفترات اغلبهم كانوا مهندسين الموجودين. يعني معتمد الخرطوم كان مهندس، ما تعرف كذا يعني. فالهندسه هي موجوده. ده طبعا ما بي ينفي انه يعني كل التخصصات عندها دور وعندها وجوده، لكن انا كمهندس انا يعني حاسس من نفسي تماما انه الهندسه علمتني كده، يعني علمتني انه انا افكر بطريقه منطقيه. ودي اهم نقطه دي. بس انا بلخص كل الكلام بلخصه في الحاجه دي، انه الهندسه اهدتني كيف افكر بطريقه منطقيه. بس طب باشمهندس هاشم، يعني احنا قصدنا كان من الحلقه دي في طلت عيد انه احنا نربط الهندسه بالرياضه بشكل عام وتحديدا بكره القدم، ونحاول زي ما قلت في بدايه كلامي نهندس الكوره شويه. لكن بوجود شخصيات عندها خبرات الطويلة في مجال الهندسة، بأهمية الهندسة اللي تكلمنا عنها بارتباطها بكرة القدم، أما كان بالإمكان يعني إنه حالنا يكون أفضل من العليه والآن، وإنتوا بتتقلدوا مناصب كبيرة في أعظم الأندية الآن، وهي في الدرجات اللي بتلعب في الممتاز، بتلعب في الأبطال، حتى بتلعب في الكونفدرالية. هو طبعا إنت ما قلتي دي حلقة خفيفة الظل ونسة، لأن أنت بتنكئي في الجرح الحقيقي. إنه كيف؟ أي والله دي حقيقة. يعني الحال لا يسر، حال الرياضة في السودان وحال الأندية الرياضية في السودان لا يسر، ما في كلام. في أعمال بنية تحتية وإنشاءات تمت على مستوى المريخ وعلى مستوى الهلال وكذا، لكن أغلى من المطلوب كثير. نحن نتكلم عن قطاع كبير جدا جدا، وشايفينه في الدنيا حاصل فيه شنو. وانا لما قلت لك صناعه كره القدم، يعني الليله لما انت تشوف الاستادات اللي نحن بنحضر فيها الكور بتاعت كاس العالم، دي عباره عن تحف فنيه.
تحف فنية من الإنشاء والمعمار والتغنيات العالية المستخدمة يعني غير حتى ذاته الزاوية الزمان اللي بجبال جون غير الساعي انت بتشوفه كأنه ما قاعد معه في الاستاد مرات تسمع صوته مش مرات أساساً تسمع صوته أيوة. فأنا بتكلم عن كذا نحن في المريخ طبعا انتبهنا للمرحلة بتاعت البنية التحتية أنا ما بقول قبل الآخرين يعني وإن كان أنت قصدك ناس الباشمهندس احتمال أقول قبل الآخرين بس ما أرجع محمد أقرب على كلام شفت كيف لكن يعني الأندية الكبيرة عشان ما أخليك تعاقب الأندية يمكن الناديين الهلال والمريخ يعني هنا وبالتأكيد برضو الخرطوم الوطني انتبهت لفاية البنية التحتية واهتمت بها وبذلت فيها مجهود كبير لكن لسه يعني مؤكد مطالبين نحن كقطاع رياضي عام يعني الليل لو من تعرف الجمعية العمومية بتاعت المريخ فيها كم نفر ولا الهلال فيه الجمعية العمومية كم نفر ولا الأندية دي جمعيات العمومية وانتخاباتها قامت بكم نفر هتكتشفي المشكلة وين أنا بتكلم لك عن 1000 و2500 و600 ومرات النصاب ما يكتمل في كل المرات تقريبا مش كده؟ أنا ما بقدر أقول في كل أنا بيبقى تصريح حسن تقول لا كلها بقوله أنا بقوله في كل المرات شفت كيف؟ شيء تكتيك وشيء أساسا عدم اهتمام ما أعرف أقول ليه لكن حقيقة يعني الليلة ودي آثارة تانية آثارة يعني تترتب حتى على البنية التحتية اللي بقوله لك وين الأعضاء؟ الليلة نادي الأهلي في مصر مثلا نادي الأهلي المصري مئات الألوف أفتكر صحيح أو عشرات الألوف وبعدين مش عشرات الألوف لأنه يعني بس 50,000 لا الويت الليست بتاعهم أكتر من الناس المشتركين وما بدخلوا أي زول وبعملية بتاع التصفية مبالغ فيها كل الأندية ليه لكن الليلة الكورة الوحدة في الدوري الإنجليزي خصوصا في الأدوار النهائية بتكون جاي بعائد للفريقين عشرات الملايين ممكن يكون 50-80 مليون جنيه استرليني انا حضرت كوره السنه اللي فاتت بين ارسنال وبين مانشستر سيتي في السيمي فاينل قالوا العائد بتاع 82 مليون دولار كوره نحن الان العائد بتاع الكوره لما يكون هلال ومريخ في قمه الهلال ما بجيب مليار للفريقين زائد الاتحاد العام زائد كل المنصرفات اللي ممكن تتخيلها الليله المليار كم 25000 دولار ففي فريق كبير فريق كبير انت نكات الجرح انت دي ما حتكون ونسة عادية عشان كذا نحن لسه في طرح انا بس دار اضيف على كلام هاشم اتفضل باشمهندس هو تطرق لنقطه قبل كده تكلمنا عنها في الاستوديو بتاع كوندزاتو يعني وكان وزير الشباب والرياضه قاعد صح وقلت له يعني نحن اذا عملنا المقارنه اللي قالها هسي بتاعت بين النادي الاهلي يعني دي مقارنه ظالمه جدا للكره السودانيه لانه اولا هناك ما في هيئات بتاعت شباب ورياضه بتسيطر على الانديه ما في حاجه اسمها قانون هيئات الشباب والرياضه ده قانون لازم الناس يعملوا عليه وكذا ما في يعني النظام الاساسي فيري فلكسيبل يعني نحن عندنا مشكله في الانظمه الاساسيه للانديه نحن يعني نادي الهلال ده مبكر جدا فطن يعني قبل سنتين دكتور اشرف يعني عمل ورشة بتاعت عمل داخل مجلس إدارة نادي الهلال وطلع بأنه الناس يعني يقدموا مبادرة لأنه الأندية يعني أتليست المبادرة دي كانت يعني جاية من تصريح لسيد رئيس الجمهورية في تكريم أمين زكي لما رئيس الجمهورية مشى لتكريم أمين زكي في رمضان القبلي الفات قال أنا أتمنى أنه أرى الناديي الهلال والمريخ على الأقل شركات مساهمة عامة عشان تتحمل مسؤوليتها وتقوم بالمطلوب منها فما تعتمد على الرجل الواحد أيوة. فالدكتور أشرف بالفهم ده قدم مبادرة لوزارة الشباب والرياضة وما زالت هذه المبادرة في أضابير الوزارات لانه ما في حد يعني حتى وزير الشباب والرياضه الاتحادي ما عنده القدره طيب انه يغير القانون ولا يغير المساله دي عشان انه الباشمهندس عز الدين حقه يرد لك يا باشمهندس لانه هو مهتم النقطه الثانيه مهمه معلش النقطه الثانيه بتاعت المنشات نحن الليله معلش يعني معلش ما انا بس لانه لازم كلام طبعا لما محسوب علي الكلام ده القصة بتاعت المنشآت يعني برضو نحن في نادي الهلال أول يوم استلم الكاردينال ونحن معه في مجلس الإدارة استلمنا أول اجتماع له قال يا جماعة نحن كنادي هلال ونادي كبير
انا عندي حلمين في حياتي لازم احققهم. الحلم الاول انه انا ابني الجوهره الزرقاء، الجوهره المفخره. ايوه الجوهره الزرقاء، وحقيقة الجوهرة الزرقاء بتعتبر منشأة في ظل الظروف الاقتصادية السودانية وظل التعب والعنت الموجود الآن في 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 الشعب السوداني، بتعتبر يعني إنجاز غير مسبوق. صحيح. إنه يعني شخص بفرد يتحمل مسؤولية ده في ظل الظروف الحالية، يعتبر المفروض يعمل ولاية تمثال، يعني لأنه دي حاجة إنجاز غير طبيعي. كويس. في وقت برضو كان قياسي. نعم. فالمنشأة نحن على صعيد المنشآت ما تم تقديمه، مجلس إدارة نادي الهلال قدم يعني كتابه بصورة واضحة جدا جدا، وده إنجاز يعتبر إنجاز للشعب السوداني. يعني لو أنت شفت السعادة على وجه رئيس الجمهورية وهو لاف في استاد الهلال يوم الافتتاح، هو وعدد من الشخصيات. نعم يعني هتفهمي تماما السعادة دي كانت قدر شنو، بأنه شاف شغل زي ده وانجز في ظروف زي دي يعني. والسعاده بتبقى هي مربوطه برضه بالقاعده. المنشآت دي بدات بدال المريخ عشان ما اعقب ويعاقب محمد يعني. مربوطه بالباشمهندس انا ضيق اختصاص. والحقيقه انا قاعد بين قطبين، فهذا الاحمر الهادي الهاجي الهادر يلاغي الازرق الهادي، فلا اختصما ولا هاجا ولا هذه ولا تلك تساوي مقرن النيلين في الخرطوم الوطني ليلى. يا سلام عليك. دي معموله بهندسه فعلا. لا دي بتهندس. فانا بحقيقه انا لحسن الحظ يعني انا ادير الماجستيري في الاداره الهندسيه. ودبلوم اداره رياضيه. وماخذ 3 كورسات في بريطانيا بتاعت كره القدم، تدريب واداره. بالاضافه للكورسات اللي اخذناها كثيره جدا في في في, في السودان هنا وخارج السودان. طيب دائما نجي نلقى طوالي في ملتقيات، يعني لما جيت الدبلوم الاداره الرياضيه اللي فيه حاجات كثيره جدا انا درستها اوريدي في في في, في ماجستير الاداره في الهندسه. لانه واحده من الاشياء في في الاداره الرياضيه الحاجه المهمه اللي بيتكلم عن البنيه التحتيه بمعايير تراخيص الانديه سواء الافريقيه والاوروبيه، وادونا عدد ضخم جدا من النماذج بتاعت الاستادات وكيفيه تطويرها هندسيا يعني من ناحيه معماريه، بالاضافه من ناحيه تقنيه المداخل المخارج الاضاءه يعني حتى الاضاءه دي عندها الملعب عنده 14 صفحه معايير الملعب في تراخيص الانديه جامعه الكاف 14 صفحه، ومن اصعب الحاجات اللي فيها الاضاءه دي، نقطة الإضاءة وين والتلتغي وين الحاجات اللي علاقة بال هنا في النهاية ما في ظل، ما يكون في ظل عشان ما يكون في لابسات ولا لبسة على الحكم على اللاعبين. وانت بتجي في نفس لو جيتي في نفس التقنية تلقي الولد حتى في البيت الولد الصغير الآن هو بيتعامل مع التقنية بصورة أفضل من والده. صحيح. وبتلقيه بالموبايله بيراقب برشلونة، وبقى الطموح الأندية الأوروبية بشاهد الأندية الأوروبية. أنا على فكرة أرسنالاوي وعندي علاقة جيدة جدا مع أرسل فينجر، وأنا أيضا كويس وما ناكر المسألة دي يعني. ومعجب جدا كان بطريقته اللي قال الأخ الباشمهندس. عندك صورة في الواتساب معه؟ عندي صورة في الواتساب معه. ولقيته وقعدت معه كثير، يعني قعدت معه 14 يوم في ساوث أفريكا في ريد اسمه في الفندق 14 يوم، فكل يوم انا بفطر معه، تعلمت منه كثير الحقيقه، هذا شخصيه غير. طيب لما تجي تلقي المواد بتاعت الاداره الرياضيه الحديثه اللي هو دبلوم الفيفا اللي هو نحن اخذناه في سنه في جامعه القاهره، عنده مركزين جامعه القاهره وجامعه يوهانسبرغ ساوث افريكا، فيه حاجات كثيره جدا جدا. تجي في الهندسه بتلقي المهندسين كلهم بيعرفوا يعملوا دراسات جدوى، معناه المهندس حيفيد يفيد النادي بتاعه والمؤسسة الرياضية اللي شغال فيها. انا اشتغلت نائب سكرتير في النادي، لعبت كورة في النادي الخرطوم ونائب سكرتير وسكرتير في نادي الخرطوم. اول من استلمته انا نائب سكرتير قدمت رؤية بتاعت 3 سنوات، دي الرؤية بتاعتي خطتي لثلاث سنوات فيها كل محاور الرياضة سواء على مستوى مناشط كرة القدم، على مستوى المناشط الاخرى، على مستوى النادي الاسري ودوره للحي الممتد، لانه بتلقى فيه اهداف
النادي بتلقيها في كل الأنظمة الأساسية، بتلقيها في أهداف النادي. ونادي خرطوم الوطني بالذات أنه هو نادي وسط حي، الحي صغير 18604 نفر، فلازم أنت تكون عندك امتداد مع هذا النادي الصغير اللي هو بيحمل اسم الحي. وبدينا المرحلة حتى من ضمن الحياة اللي كنا كاتبينها أنه نحول من الخرطوم ثلاثة للخرطوم. ليه؟ لأنه اندثرت الأندية بتاعت الأحياء، يا اندثرت يا تراجعت. بيت المال، معرفة، بروف، المورد بعظمتها وجلالة غدرة الآن هي يعني في الدرجة الأولى يعني. وحي الجوز هذين كلهم كانوا في اللولة زمان، وكانوا في النهاية. وجينا طوال حولنا كمان الوطني بفهم أكبر. طيب لما جينا افتجي في الإدارة الرياضية في الرؤية، خدتنا الرؤية وخدتنا الرسالة وخدتنا أهداف وخدتنا مهددات، لأنه أي إشكال بتاع كرة قدم ولا أي مشكلة نحن تعلمناها في الهندسة، نحن بنشرح المشكلة حتى نضع الحلول لها، مش بنضع الحلول بس عبثا. وكل المهندسين على كل الكاتيجوريز بتاعت الهندسة بيحللوا الإشكال شنو، وبيضعوا العلاج العلمي للوصول للهدف. كويس، تجي تقدم الحياة دي، أنا ما أقدر أقول كلام باشمهندس هاشم تنكا الجراح، لما تجي تقدم الحاجات دي، انا طلب مني في جامعه القاهره اقدم برزنتيشن عن التخطيط الاستراتيجي لنادي الخرطوم ثلاثه، الخرطوم الوطني. بصراحه شديده في حاجات اخفيتها ما قدرت اقولها. ليه ما بقدر اقولها؟ لانه طوالي بتمس شخص قد يشخصن الموضوع، وانا في القاهره ما في دول جايب خبري، لا في دول قاعد معي. انتهى هنا في بيير ده، دكتور بيير ده ناداني براي قال لي انا من خبرتي الطويله كويس، وانت بتعمل في البرزنتيشن بتاعك ده انت في حاجات خبيتها، فكلمني بها برانا هنا كده. قال لي احنا الشخصيه السودانيه بتاعتنا شخصيه خلافيه، نحن رضينا ما بين الشخصيه السودانيه شخصيه خلافيه. ليه؟ لانه بعلمهم من صغير كنت التنس دي يا فيها يا فسيا انت بتنفسها، وصغير بيعلموه دي بتجي في الهناي طوال منزوي في الدينات ذاته في الدينات قاعد تلقى منزوي. الشخصيه السودانيه ذاته هو منزوي، هو يكون مثلا يكون يعني في زول يعني انا اذكر جانا الرئيس بيحسد المنتخب القومي السوداني، والله في اللي ما في السعوديه يقدر يقعد له في الصف الثاني. قلت له يا اخي انت بتمثل السودان يا اخي، انت تقعد قدام، لانه علمونا انه طوالي نحن منزوين. لو كان جنسيه ثانيه اقول مصريه مباشر كده بتلقى قدام، ومصري بتقول وان وقلنا نحن بنسوي وراها. نفس الرؤيه قدمناها في مجلس نادي الخرطوم الوطني، اتقرت في قروها الناس وعجبوا بها، شغل كويس وجميل لكن دي دايره اليات لتنفيذها. طيب هذه الآليات لم تتم حتى في النقطة بتاعت الآليات دي باشمهندس ونرجع عليها، لكن خلينا ناخذ فاصل من بعده حنرجع ونكمل حوارنا في طلة عيد. كل سنة تأمين لأمين. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في طلة عيد اللي دايما بيحلو فيها التواصل مع ضيوفنا الموجودين داخل الاستوديو، الهندسة والرياضة، الرياضة والهندسة، وكيف ممكن تبقى الهندسة واحدة من الحلول لنا في الحياة بشكل عام وفي الرياضة بشكل خاص. مرحبا بكم من جديد ضيوفي الباشمهندسين كلكم، ما اعرف الجمع ده يكون صح ولا كيف، جمع تكسير كده غايته. محمد نسمع شنو؟ نسمع الريت يجنن، ايمن بشير قال في الريت ناس ما بيحنوا وتوب يا قلبي منه. حتى في الرياضة في ناس بيجنوا وفي ناس بيموتوا وفي ناس بيفلسوا. نسمع. نسمع.
تسد عزيب وتوب يا حرام والله إنه الحبيب يظلم حبيبه توب يا قلبي منه في الريت ناس ما بيحنوا توب يا قلبي منه عزيب وتوب يا حرام والله إنه الحبيب يظلم حبيبه توب يا قلبي منه في الريت ناس ما بيحنوا توب يا قلبي منه تحنن توب يا الريت دايما بيجن توب يا يخلي حالتك تحنن توب يا عخير تعمل حسابك تحمي نفسك تأمن توب يا قلبي منه في الريت ناس ما بيحنه توب يا قلبي كريت ناس ما بيحن توب يا 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 قلبي منه السلام عليك يا محمد. انا احب اطمنك انه مهما الكوره دي جنت الناس، الناس ما بتبوا منها الكوره والريزات، الناس كده يعني الناس ما بتقدر تخليه. احنا بنقول للناس يعني الريت يا قلبي سيبه، لكن ده كذب ساي يعني. ايوه ما بيقدر القلب ما بخلي الريت خالص. وطبعا الريت اللي بيجنن ده بيذكرني بس يعني قيس 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 ابن الملوح مجنون ليلى مجنون ليلى. ف من الحياه من الطرائف الجميله يعني يقال انه ليلى كان عندها كلب يعني للحراسه وكذا. القصه دي مرت بيكم كمل القصه للمستمعين مرت بيكم. تفضل يا باشمهندس. فهو شاف الكلب وعارف انه الكلب ده بيدله على مقر ليلى، فبقى ماشي ورا الكلب وجمار ساكل الكلب يعني ماشي عشان وهو ماشي لقى ناس بيصلوا وقطعن يعني وفات مشى لليلى يعني. فلما جاء راجع قاموا الجماعه سالوه قالوا يا اخي انت جيت قاطع فينا ليه ما صليت معنا؟ قال والله ما رايتكم. قال لو كنتم تحبون ليلى تحبون الله كما احب ليلى لما رايتموني. يا سلام يا سلام يا سلام. ده الحب اللي بيخلي الناس تجي تقعد في المدرجات للكوره من بدري وتقطع من قوتها ومن مصاريفها بالرغم من الظروف اللي احنا عارفينها. وده الحب بتاع الخرطوم اللي بيخدلي ويدي المريخ طوالي لاعبين. كلام فتنة اديو يعني اديو التيش اخيرا تيري وغيره من الاسامي في بالنا يعني. التبادل الحب بين كل الأندية مؤكد موجود، لكن بالله بس قصة ليلى دي لأنه ليلى الصوفية طبعا عندهم عناية. صحيح. وأنا يعني جاني في خاطري طوالي يا ليلى ليلي جنة برضو جنة. صحيح. والحب حب ليلى يعني ف صحيح. الجن والحب وليلى كذا لا تدي معادلة دار لا مهندس لا يعلم إنه شوي الصوفية بيقولوا مجانين إلا أن سر جنوننا العظيم.
اها شوف فديل هم محترفين بالجنون، لكن بيقولوا سر الجنون بتاعهم سر عظيم، وهم مجانين بحب النبي عليه الصلاه والسلام ذات الالهيه طبعا. صحيح صحيح. وكل اي انسان مبدع بتجد اخلاق نظيفه. يا سلام. اي انسان مبدع سواء كوره، فن، غزل، قران، صوفيه، أكيد بتلقى دواخله دائما نظيفة، يعني دواخله نظيفة. صحيح. فبيكون عنده أدب الخلاف. صحيح. يعني لما يكون في خلاف بتلقى عنده أدب الخلاف، يعني حتى لو في يعني الخلاف ذاته يكون بيخالفك بأدب، يعني صحيح. بتلقى واحد ثاني متفلت. صحيح. تلقاه لو تلقاه لا بيسمع، لو سمع أغنية بتلقاه مهرجل، لو نطت ذاته بتلقاه بينطت مهرجل سايق. لو يعني ما بتلقى عنده جوانب إبداعية. وشوف الكلام ده حتى لو واحد برسم ولا واحد، انا اتذكر زمان احنا كنت على الصداقه، انا على طلبه سؤال في اللايف، ففي واحد كان بيجي بيلبس قميص جينزي وبنطلون جينزي وشعره مفلفل ومليان بوهيه وكلام كثير خلاص، فاسمه عمر ما انسى اسمه انا، فنحن كنا يعني بنضحك على ده، شنو ده يا اخي داخل القاعه دي، كانت الناس بيدخلوها الناس نضاف يعني بصراحه، يعني انا الزول ده فجاه لقيته في نهر التايمز الكوبري. الكلام ده 98، واحد راجين الناس ويرسم وراجينه عشان بيشتروا اللوحات بتاعته دي. يا سلام. واحد من المبدعين، والصلاحي برضه بيقعد هناك لو لاحظ الصلاحي. فانتظرته لما سوى، لانه شكله ده اصلا ما انساه. فلما خلص سلمت عليه لقيته زول سوي، انا ما مجنون زي انت قايل مجنون، انا كنت قايل مجنون وبتاع. فقلت له احنا زمان بندخل طلب الثانوي انت كنت كده وكده، قال انا كنت في كليه الفنون الجميله دي، انا كنت طالب واحد في التخصص بتاعي وعندي ثلاثه دكاتره. ف يعني شوف المبدع. وبعد طلع مره مرتين لقاني طلع انه هو شاعر وطلع يعني حاجه كده ابداع متحرك. اطمنك الحب اللي بين الانديه دي حب ما فيه جن. حب جميل جدا جدا. خلينا مبني على الصفقات والمصالح. لا والله والعلاقات. والله انا هي شوفي هل انتم بتهندسوها؟ انتوا لو سمحتوا لي اسمع اجابتكم في الموضوع ده، نسمع اغنيه ثانيه، رايكم شو؟ نهندس المشاعر، انا حاسه انه الجو شويه كده المشاعر كويسه ما فيها بقت فيه تنشن مما جبنا سيره الصفقات والقروش وكده، يعني نسمع شنو يا محمد. والله يا اخي احنا يعني دمعات الشوك بذي حقه نهدي بها اللعب شويه. يقول لهم خدوا الكرة وقتها. خدوا الكرة وقتها. بسامحك يا حبيبي. بسامحك يا حبيبي وتحتذر. وبسامحك يا حبيبي، بسامحك يا حبيبي دي حنقولها كمعنى نحن في العيد لابد من التسامح، يعني تحية العفو والعافية. لكن يعني دمعة الشوك كبي هي الجاهزة معانا نغنيها وإن شاء الله تعجب الناس. معتا الشوق بي
المحال طبي انتحل جسمي والمحال طبي مصدر الزهرة ألفي نواحي سهيليا دمعت أشوق حبي حكم حبي أرى نجم الليل يا دمعت أشوق حبي شكرا يا محمد.
بعيدا عن الدموع، نحن في فرحة العيد السعيد وفي طلة العيد ما دارين زول يبكي مننا، بس ده حكم الحب يعني نسوي شنو والله مرة كده ومرة كده. لكن اللي عجبني في الأغنية دي إنه هي فيها نجم الليل للباش مهندس، وبرضه في اغنيات كثيره ارتبطت كم نظرنا هلال، عشان برضه تعرف انه حتى الاغنيات فيها موازنه ما بين الهلال والمريخ والهلال هلا وغيره. شكرا مره ثانيه للفرقه الموسيقيه، كلكم اديتوا اداء مميز وجميل، لكن الصوت الابرز والاجمل كان لاله الكمان. اي والله صح، موفقين ان شاء الله. عمرابي طبعا الاغنيه دي حتى يعني المعاليه الموسيقيه عملها استاذنا عمرابي. عمرابي يعني حقيقه يعني حاجه ملفته جدا، صح. التوزيع الموسيقي للاغنيه دي يعني حاجه جميله جدا. انا يعني من عشاق الكمان يعني، فحقيقه يعني فيها شغل موسيقي عالي جدا يعني. صح. انا حقيقه ده راي هندسي موسيقي. انا شخصيا بصفتي عازف يعني استمتعت شديد جدا جدا، ولو علي ما كانت تنتهوا من الاغنيه دي. يا سلام. والشباب كلهم يعني عمرابي مؤكد عنده دور خاص، لكن الشباب كلهم ما شاء الله ادوا يعني تيم ويرك متكامل، وكان حاجه جميله جدا. نعم. جدا. وزي كره القدم ما في هداف لو ما في فريق صحيح موجود متكامل، وباصات ثقيله جدا صح. لكن باصوا لك انت ادوك بلنتي عديل كده اللي عملت تيم ويرك. طيب انا الكنترول بيشير لي انه زماننا انتهى، لكن الدائره دي لكل مهندس دقيقه، ودي محمد برضو دقيقه وديه في النهايه اغنيه الختام. لو قلنا دي بطاقه معايده، هي مظروف من قناه الشروق لكل زول فيكم هو بيمثل قطاع رياضي عريض مربوط بنادي، اكتب فيه شنو لناديه من امنيات واحلام وتطلعات مربوطه بحال الرياضه بشكل عام. نبدا بك باش مهندس. اكتب فيه اتمنى الرفعه والسؤدد للقطاع الرياضي في السودان وللسودان من قبل القطاع الرياضي حقيقه، واتمنى ان اشوف المريخ نادي عالمي بحق وحقيقه، وهو ان شاء الله باذن الله لواصلون هذا الهدف، وهو جدير بانه يصلوا مؤكد بالامكانيات الموجوده المحتاجه، بس مننا لشويه شغل وعزيمه مننا كاسره مريخيه وكقطاع رياضي وكبلد. شكرا باشمهندس عز الدين الحاج، والكلمه كمان لك. طيب انا حقيقه هذه البطاقه اوجهها للداخل، اكتب لنادي الخرطوم الوطني رفع روح التسامح بين كل افراد نادي الخرطوم الوطني. الخرطوم الوطني مجتمع صغير في منطقة وسطية مستنيرة، لا مجال للخلافات في نادي الخرطوم الوطني، وأيضا وأريد سلما رباعيا لصعود نادي الخرطوم الوطني إلى مصاف العالمية عبر العلمية والمؤسسية والشفافية ورفع وبناء مقدرات الكوادر الشابة الكبيرة والكثيرة التي ترفض نادي الخرطوم الوطني وتتواجد الآن في نادي الخرطوم الوطني، ويكون نموذج لنادي الحي النموذج المثالي الذي قدم لهذه الخرطوم الولاية الخرطوم العاصمة والدولة عناصر كثيرة قادة السياسة والرياضة والاقتصاد. شكرا باشمهندس، الكلمة كمان لك باشمهندس محمد عبد اللطيف. البطاقة الأولى أكيد للسودان، الشعب السوداني، إن شاء الله ربنا يعني يعيد علينا كل عام بخير ويمن وبركة. البطاقة الثانية أكيد لنادي الهلال السوداني والذي يشهد تطور وتقدم غير مسبوق بقيادة الكاردينال، ونتمنى إنه السنة دي بالتسجيلات النوعية التي تمت إن شاء الله أن يعني يستطيع الهلال أن يحصد النتائج. البطاقة الثالثة لأسرتي الصغيرة والكبيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على أنه يعني كل واحد ينجح في مجاله الماشي فيه إن شاء الله. نعم. برغم أن الزمن ساعتين لكن مرة على عجالة، أنا على المستوى الشخصي سعدت جدا بالحلقة وبالحديث السر اللي كنا بنتمنى أنه يتواصل، وأنتوا بتمثلوا الآن أعمدة الكرة السودانية وواحد من الشخصيات والقيادات اللي بيشار ليها بالبنان. كتر خيركم وتشرفت جدا بوجودكم معي. محمد الفاتح انت عندك بطاقتين بس،
اغنيتين وبطاقتين. اغنيه وبطاقه واحده. لان احنا دايرين اغنيتين طبعا، ده طلب القاعده الرياضيه العريضه. حتزعل منك الناس؟ لا 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 طبعا، انا ما حزعل زول. اول حاجه يعني انا اسمح لي احيي كل الشعب السوداني واتمنى الخير والسلام للبلد والرخاء ان شاء الله. لكن في تحيه واجبه لحضره مولانا الشيخ محمد الشيخ ابراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني وابناء الطريقه البرهانيه الدسوقية الشاذلية في كل أنحاء العالم. بنقول لهم كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وينعاد عليكم بالخير والبركة إن شاء الله. لو أنت دايراني أغني أغنية ختام، حغني دقيت على بابك ناصر عبد العزيز ومحمد حسن. دقيت كم دقة أصلاً؟ الأبواب بتكون فاتحة زي ما محتاجة. أنا قاعد أدق الباب ده من زمان لحد هسه ما اتفتح. أيوه. وبنقول لأخونا مدحت النعيم للمرة الثانية أغنية دروب الهم، هي أغنية جديدة المفروض تتقدم كان عبر الحلقة دي لكن الزمن سرقنا. نحن هنقدم دقيت على بابك دقيت. اتفضل. محمد حسن وناصر عبد العزيز. في أمان الله. We'll be right back.
نظر سعيد ودقيت على بابك دقيت طولت علي وما جيت دقيت على بابك دقيت طولت علي وما جيت دقيت على بابك دقيت طولت علي